السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غندير لكم واحد كادو اللي عندي كوموند، بغيت نتقاسمه معكم ان شاء الله، اتمنى انها تعجبكم. بالنسبه للجينواز غنحتاجو 4 البيضات، 125 غرام سنيده، عندنا 115 غرام ديال الفورس و10 غرام ديال الكاكاو. بالنسبه اللي باغي يدير لاجينواز تكون بيضاء، يدير 125 غرام ديال الفورس بلا ما يضيف الكاكاو. اول حاجه غنديرو ناخذ البيض، ضروري نطربو البيض مزيان، غنطربو البيض حتى يدير ليا الكشكوشه، ودي يدير ليا الكشكوشه عاد نبدا نضيف السنيده على ثلاثه المراحل. هنا كيما كتشوفوا بعد ما طربت السنيده والبيض مزيان، ناخذ الكاكاو والدقيق كنخلطهم بهذا الشكل هذا، دابا غنبدا نضيف الدقيق البيض ديالنا، نخدمو من تحت للفوق. انا عندي الدقيق كامل باش ما نخدمش البيض بزاف. ملي كيتخدم البيض والسنيده مزيان لا جينواز كتجينا خفيفه. هانتوما كيما كتشوفوا الخليط، غنجيب لاطا اللي غنسرح فيها الخليط. خدينا دابا لاطا كبيره وسرحنا فوقها بابي كويسون، غنحط الخليط ديالي بهذا الشكل هذا. بالنسبه لهاد اللاطا كبيره غنحاولوا نسرحوا العجين فقط على النص ديال اللاطا. نحاول نسرح نقادها باش نجيبها على قد السحك اللي عندي. بالنسبه للفرن، خاص الفرن يكون ساخن، مده الطياب ديالها ما بين 7 دقائق حتى 10 دقائق، والفرن تكون 180 درجه، يعني الفران يكون متوسط الحراره. بالنسبه للموس غنحتاج واحد لاباراي اللي هي لاباراي ابومب، اللي فيها 100 غرام سنيده، فيها 4 صفار بيض، وفيها كاس صغير ديال الماء. غنحتاج كذلك نص كيلو ديال الشوكولا من نوعيه جيده، شوكولا كوفرتور، وغنحتاجو نص سيترو ديال لا كريم فريش ديال الطياب، وخمسه وراق ديال الجيلاتين. غنحتاجو كذلك نص سيترو ديال لا كريم فريش العاديه، و100 غرام ديال السنيده. نمشيو بالطريقه. بالنسبه للماء والسنيده درتو في كاسرون وحطيتو فوق النار حتى يوصلوا لواحد الدرجه ما بين 118 حتى 121، وحنا غنديروا التيست يعني واحد التجربه بالفورشيت، انا نوريكم. غتردوا البال ما بين هاد الافتتاحات اللي في الفورشيت، ما كيبان لكم والو. من غادي يوصل درجه الحراره 121 غتشوفوا اشنو غادي يوقع. شنو غادي يوقع؟ وقع والو. وفي نفس الوقت ناخذ واحد الزلافه غنديروا فيها صفار البيض اللي غادي نطربوهم حتى يوصل لي قرب يوصل درجه 121، عاد غادي نبدا نطرب صفار البيض وغنضيف ليه هاد السيرو تدريجيا. هذه هي لاباراي بومب. المهم البنات، هاد السيرو بدا كيعقد، ها هو بدا كي كما كتشوفوا ها هو تيبقى هنايا، يعني هاد البلاصه تيولوا عامرين ما تيبقوش خاوين هاد الافتتاحات اللي في الفورشيت، شفتوا؟ دونك دابا في هاد الحاله غادي نوجد صفار البيض. هاد السيرو بحال تيعقم ليا البيض. كما قلت لكم هاد السيرو شتو دابا الشكل ديالو، ها هو دابا غنحاول نطرب هاد صفار البيض. كما كتشوفوا هنا طربنا صفار البيض بعد ما ضفنا ليه داك السيرو، ضروري تيبقاو نطربو حتى يبرد لينا البول او الزلافه ديالنا، ونفس الوقت يولي اللون ديالو يميل شويه الابيض. نمشيو نوجدو المرحله الثانيه. كاسرونه اخرى غادي ناخذو لا كريم فريش ديال الطياب، وغنديرها حتى هي في كاسرونه ونديرها فوق النار حتى توصل لينا الغليان، وغنضيفو لها اورفو يعني خارج النار، غنضيفو الشوكولا ولا جيلاتين.
دابا غنفزك الجيلاتين. هنا كما كتشوفوا لا كريم فريج وصلت درجة الغليان، لا كريم فريج ديال الطيب. كنأكد على هاد المسألة، خارجنا غنضيفو ليها شوكولا كوفرتور. دابا غنضيفو الشوكولات، في نفس الوقت حنا مفزكين الجيلاتين، كنتسنى حتى يدوب ليا الشوكولات. غنضيفو الجيلاتين، ضروري نعصرو مزيان من الما. دابا غنخلي هاد الخليط هذا اللي هو ديال الشوكولات ولا كريم فريج حتى يدفى ليا، وغنمشي نوجد لا كريم فريج اللي غنطلعوها مي مونطي ماشي مونطي. دابا غادي نطلعو لا كريم فريج. كما كتشوفوا هاد لا كريم فريج طلعتها مع السنيده مي مونطي ماشي مونطي. عندنا هنايا الشوكولات اللي درنا مع لا كريم فريج، وهنايا عندنا لاباري ابون. دونك دابا غنخلطو جميع العناصر، نديرو لاباري ابون، نزيدو الشوكولا تاعو يدفى لينا مزيان. السحك اللي غنخدم به هو 30 على 30، هو يعني لا جينواز تقريبا جاتنا قد قد السهكل. دونك دابا خديت واحد البلاطو اللي غادي تدخل ليا فيه الكونجيلاتور، ودرت لا جينواز وسط سهكل، وواحد الطبقه ديال الكروستيون اللي فيها فيتين وشوكولا وبخاليني. انا نقول لكم المقادير، انا تعال لان الفيديو غيكون طويل، ديجا انا حطيت لكم هاد الوصفه ولكن ما فيها باس غنعاودها لكم لان ساهله. غنسرح. غادي تسولوني علاش ما سقيتش لا جينواز. لا جينواز لا سقيتها، بالنسبه لي انا لا سقيتها، هاد الفوتين ما كيبقاش محافظ على الكروكون، هادشي علاش كتشوفوني ما كنسقيهاش. ملي كنحاول نسرح على لا جينواز، هاد لاكوش ديال الكروسيو كتعطي مذاق رائع البنات. دابا غنديرو لاموس ديالنا، يعني لاموس جاتنا هي هاديك مع السهكل 30 على 30. جربوها عفوا، زلت لسان، جربوا هاد لاموس كتجي رائعة البنات. بالنسبه ان شاء الله ما تبغيو تدخلوا المجمد ما تغطيوهاش حتى تقبض في راسها، عاد تغطيوها باش كتجيكم ليس من الفوق ملي تديروا الكلاصاج كيبان لا فينيسيون مزيان. دابا البنات غندخل المجمد ونطلقو ان شاء الله باش تشوفوا الكلاصاج ديال هاد الكاطو. بالنسبه للكلاصاج انا جبت لكم واحد الكلاصاج اللي هو ساهل وكيجي زوين. غنحتاجو فيه 200 غرام ديال الماء، 160 غرام ديال السنيده، 60 غرام ديال بودره ديال الكاكاو، 140 غرام ديال الشوكولات اسود يعني استعملت انا كالا، و 3 ورق جيلاتين. كناخد واحد الكاسرونه كنديرو فيها الماء، هادشي بطبيعة الحال فوق النار، كنديرو سنيدة ونضيف الكاكاو كذلك. هنا غنضيف الكاكاو، ضروري تغربلو الكاكاو لأنه ديجا كيكون فيه كويرات. نخليو الخليط حتى يوصل لينا درجة الغليان، دوب لينا ديك سنيدة. كما كتشوفو الخليط ها وصل درجة الغليان عفوا. دونك في هاد الحالة غنطفي البوطو ونزيد الشكولات ولا جيلاتين. غنزيدو كما قلتلكم الشكولات. كما كتشوفوا البنات ها الحلوه ديالي خرجتها من الكونجيلاتور، دونك دابا غنحاول نحيدها من السهكل. دابا الحلوه غادي ندير لها الكلاصاج من الفوق، بنات ضروري الكلاصاج ديرو في هذا تميكسيو باش كيعطينا هاد لابغيونس هادي.
سمحوا لي قبيله طفالي التليفون وما ديتش البال. بالنسبه لكيفاش حيد الحلوى من الساكل، فقط تدوز عليها، اما كان الا كان عندكم الشاليمو كديروا الشاليمو من الجناب وكتهزوا الكاطو، ولا كيما كنت ديجا درت واحد الفيديو كنهز الكاطو بالساكل كنديرو فوق البواطه في الجناب صافي، ماشي تخليو مده طويله، فقط هي باش يعاونكم انكم ديموا له واكيد ديموا له بطريقه سهله. والكلاصاج تخليو حتى تدفى ماشي ديروه هو سخون. هنا في الجناب ديال لي كاطو اختاريت انني ندير لي غومياس، غنهز الحلوى نعاون بالسباتيل باش نهزها من فوق الشقة. نتوما تزينوا حسب الذوق ديالكم، تقدروا تزينوا بنوكا، تقدروا تزينوا بهذا بابي سيغل ديروا فيه الشوكولات، المهم تبقى على حسب الذوق كل واحد. هنا في الجناب غندير نوكا، كيف ما كتشوفوا اخواتي هذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو. بالنسبه للكروسيون اللي كنت خدمت معكم في وسط الفيديو، عادي ما وريتكمش الطريقه، فقط كتذوبوا الشوكولات خارج الفرن خارج النار، كتضيفوا داك الفيتين وبخاليني. وتمنى هذا الكاطو تعجبكم ولا عجبتكم، بارطاجيوه مع العائله ديالكم الاصدقاء والاحباب وكل ما هو عزيز عليكم. ما تنسوناش بالنسبه للناس الجدد بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وبالصحة والراحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.